خلال العقدين الماضيين تصدر شاشات الفضائيات العربية شخصيات قدموا أنفسهم على أنهم دعاة دينيون. في البدايات قدموا طرحا جذب فئة كبيرة من الشباب والشابات ونالوا شهرة واسعة، ولكن مع مرور الوقت وفي مراحل مفصلية يقول كثيرون إنهم سقطوا في أول اختبار عملي. نناقش هذه الظاهرة بعد التقرير. سلمان وسمو ولي العهد أيضا، هذا الرجل الذي يبدو أنه ينطوي على أحلام كبيرة جدا للمملكة، ونسأل الله عز وجل يعني أن يحققها قريبا وعاجلا بما يجعل المملكة. لو صدر هذا الكلام عن أحد شيوخ السعودية لما أثار تلك الزوبعة من ردود الفعل، لكن قائله عدنان إبراهيم الداعية المعروف بمواقفه السابقة المناهضة للنظام الحاكم في السعودية وطروحاته الدينية. يقطع الشاب، تقطع المرأة، وهم يسرقون مليارات الأمة، صح؟ ألقى الرجل بمواقفه السابقة خلفه وتراجع عن دعمه الثورات العربية، بل واعترف أنه كان مخطئا في نظرته السياسية وأبدى تأييده للسعودية والإمارات. بس أنا ما تكلمت في السياسة. عدنان ليس سوى نموذج لشخصيات دينية تصدرت الفضائيات وسخرت أفكارها لتضخيم إنجازات الحاكم، حتى بات محتوى ما تقدمه يشبه الإعلانات مدفوعة الأجر، تحاكي رغبات المشاهدين وتوجه المزاج العام. والتي قادها قائد حكيم. هذا مفتي سوريا بدر الدين حسون، نموذج آخر لرجل الدين الذي يسخر موقعه الديني في خدمة نظام يقتل شعبه، حتى بات الرجل يعرف بين الناشطين السوريين بمفتي البراميل. عايزين كل حاجة السنة دي نعملها صح في رمضان، عايزين. لا شك أن ظاهرة دعاة الفضائيات تأتي في سياق تطور وسائل التواصل، إلا أن اختلاط الحابل بالنابل على الشاشات بات يطرح حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع، كي لا ينتهي الحال بأحدهم يربط بين الخشوع في الصلاة وبين أكل دجاج من نوع محدد. لن تلتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح، علشان هتجرب إنك مع وصفات قاسية إن شاء الله بإذن الله، ارتقائك لربنا في قيام الليل بعد الفطار وفي التراويح أحلى. وينضم إلينا من إسطنبول فضيلة الشيخ عصام تليمة الباحث والداعية الإسلامي. مساء الخير شيخ عصام، وأهلا وسهلا بحضرتك. ما رأيك بهذه الظاهرة ويعني وانتشارها كثيرا في الفترة الأخيرة؟ تدعونا للتساؤل، من يحق له نيل لقب داعية أو أن نسميه بالداعية الإسلامي؟ أهلا وسهلا بحضرتكم وبالمشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الظاهرة يعني ليست مستغربة علينا أهل العلم أو التخصص، لأننا كنا نراهن على إفلاس هذه الفئة التي خرجت أو طلعت للناس تملك نوايا حسنة في بداية الأمر، وقليلا من البضاعة العلمية مما يصل لقلوب الناس من الترقيق وترقيق القلوب والموعظة والقصة والحكاية، وكان عليهم أن يعرفوا أن دورهم ينتهي عند هذه المساحة. لكن للأسف السنوات العشر الأخيرة في حكم مبارك وفي الحكم العسكري في كثير من بلادنا العربية صادر الخطاب الديني المتخصص المعتدل، فلصالح من صدر منبر الشيخ الغزالي وصدر خطاب يوسف القرضاوي ومحمد عمارة وسليم العوا وكل هذه الخطابات لمفكرين كبار، لصالح عمرو خالد ولصالح بعض الدعاة غير المختصين وغير المطلعين الذين لا ننكر دورهم في ترقيق قلوب الناس، ولكن في مساحة محدودة. الآن أصبحت هذه الظاهرة منذ فترة التسطيح العلمي، ولا نقول أعشار العلماء بل أصفار من أهل العلم، أصبحت لصالح هذه الفئة المحدودة، لأن الحاكم لا يريد العالم المتخصص. وهذا الأمر بدأ من الحكم العسكري في بلادنا العربية من عبد الناصر وما حوله من الحكام العرب حينما صادروا أوقاف العلماء وأوقاف المسلمين. قديما كان العالم الأزهري يختار بين العلماء شيخ الأزهر والمناصب بالانتخاب بين أهل العلم، وأموال الزكوات والأوقاف هي الموارد المالية المخصصة لهؤلاء، فكان العالم ميزانية الأزهر ميزانية العلماء من مالهم من مال المسلمين، فهو ملك للمسلمين. حينما جاءت الثورات العسكرية وصادرت أموال العلماء وأموال المسلمين، أصبح الحاكم في نهاية الشهر يتقاضى الراتب من الدولة ومن هذا الحاكم. صدر هذا العالم لصالح
بعض دعاه وبعض علماء محسوبين على السلطة أو يسميهم الناس في مصر المفتي الملاكي كما يريد الحاكم. فظهرت هذه الفئة للأسف قامت بدور مشكور في مرحلة لكن كان عليه أن تقف عندها، وما أطلق عليه بعض الباحثين الغربيين إسلام السوق، أي الدعاء الذين أصبحوا حسب ما يطلب السوق وحسب ما يريد السوق وحسب ما يريد ولكن الأعمال. نعم. للأسف فانتشرت هذه الظاهرة فضيلة الشيخ، ولكن الحق يقال بأن هؤلاء الدعاة كان لهم صيت كبير واستطاعوا بالفعل التأثير على فئات واسعة من الشباب العربي في مصر وغيرها، لا أتحدث فقط عن مصر، وكان لهم الأثر الكبير بجعل الناس ربما تلتزم ببعض المظاهر الدينية كالحجاب وغير ذلك لدى الفئات الشابة. متى يصبحون خطرا حقيقيا على المجتمع برأيك؟ وهل يجب أن يكون هناك جهة تتابع أعمالهم وربما توجه أيضا نظرتهم في هذا الشأن؟ لا ننكر، لا شك أن ذكرت في بداية حديث أن كان لهم دور مشكور ولا ينكره أحد، لكن كان عليهم أن يفقهوا أن دورهم يقف عند هذا الحد. وأنا أذكر منذ 10 سنوات أو أكثر قليلا يعني طلب عمرو خالد مني النصيحة، قلت له نحن كمختصين نراهن على إفلاسك بعد أيام قليلة، ليس عندك رصيد يكفيك، عليك أن تقف عندما تتخصص فيه وعليك أن تتعمق بدورات علمية فيما تتكلم، فليسوا خطرا إذا وقفوا عند حدودهم. الأمة أستاذتي الكريمة لا تستطيع أن تفرق بين عدة أمور، بين الواعظ، بين الباحث، بين الداعية، بين الفقيه، في فرق بين كل هؤلاء. الداعية مجرد إنسان يرقي قلوب الناس، أما المفكر الذي يملك رؤية للخروج من أزمات الأمة، أما الفقيه الذي يملك الرأي والدليل والتنقيب حول المسألة الفقهية، هذا إنسان له مؤهلات أخرى يحتاج إلى سنوات طويلة من القراءة والبحث والتعمق، هذا ما لا يتوافر للداعية البسيط. يكونون خطرا حينما يتجاوزون مراحل تأثيرهم ومراحل اطلاعهم، يكونون خطرا حينما تسوق الفضائيات إلى العمل. يعني الأصل أن الفقيه أو الداعية لا يكون يلهث وراء الأضواء، إنما يستطيع أو يعني يحكم نفسه متى يتكلم ومتى لا يتكلم، لكن حينما يتكلم الداعية في السياسة وفي الكورة وفي الرياضة وفي الفن وفي السياسة وفي كل شيء، وهذا ما أفسد علينا ثوراتنا العربية أن تصدر للشأن العام. بالضبط، يعني أردت أن أسألك أيضا عن مواقفهم السياسية. نعم، يعني حتى عن مواقفهم السياسية ومواقفهم من الثورات العربية، ويعني كان البعض منهم مؤيدها في البدايات ثم انقلبوا عليها، برأيك كمان هذه المواقف السياسية تتبع أيضا الأنظمة التي يعملون لديها؟ معظم هؤلاء الدعاء الجدد أو عمرو خالد أو إخوانهم ممن في هذا الخط لم يقفوا مع ثورات الربيع العربي بوضوح، بل كانوا في نهاية حكم مبارك مؤيدين لنظام مبارك، ورأيناه يؤيد عبد السلام محجوب محافظ إسكندرية السابق في انتخابات مجلس الشعب التي زورها مبارك 100%، ولما وجدوا أن الشعوب قد سبقتهم وبعض الفقهاء النابهين في الفقه السياسي قد سبقوهم أرادوا اللحاق في آخر أيام 18 يوم في ثورة يناير، وطرده الشباب من ميدان التحرير وطردوا غيره، وجدوا أن الثورة قد جاءت أرادوا اللحاق، خالد الجندي وعمر خالد وعلي جمعة وكل هؤلاء، ثم وجدوا أن الثورة المضادة تعود بقوة إلى موضعها الأصلي والقديم فعادوا إليهم. هؤلاء ليس لهم رأي لأنهم ربطوا أعينهم ببوصلة الدولة وليس ببوصلة الشعوب وبوصلة الإسلام والدين، إنما بوصلة ماذا يريد الحاكم، ما يطلبه الحكام، ولذلك كان موقفهم للأسف لأنهم ليس عندهم ثقة للعلمي ولا الاستعداد للتضحية بآرائهم، لا يريدون أن يخسروا لا الجماهير ولا الحكام، والوقوف ضد الحكام يتطلب منك تضحية إما بالمناصب بالمال بالدنيا، لكن للأسف بعض إخواننا هؤلاء من الدعاة الجدد لا يريد التضحية لا بالشاشة ولا بالإعلام ولا بالنجومية ولا برضا السلطة عنه، ولذلك كان موقفهم من الثورات العربية متذبذبا. طيب كيف تفسر تغير أدوار بعضهم في الآونة الأخيرة من داعية إسلامي إلى البعض شارك بإعلانات، البعض الآخر يعني بيطلع ببرامج التوك شو وغيرها، كيف تفسر تغير الوظيفة اليوم للداعية الإسلامي؟ هذا سببه أنهم أصبحوا دعاة فضائيين، كائنات فضائية، فكلما خفت نجمه أو الشاشة يعني خفتت قليلا عنه أو اللايك والشيرينج على صفحته قل يحتاج التعويض، فهو عينه على هؤلاء ليس عينه على المادة العلمية التي تقدم ولا وظيفة الدين عند الناس، إنما عينه ما أن يظل نحن هنا أن يظل موجودا على الساحة. هذه للأسف آفة بين الناشطين السياسيين والمشايخ والدعاء وحتى المشاهير في السياسة والثورة، كثير من ثوراتنا تنكبت طريقها ووقعت
لأن بعض من تصدروا فيها أصبح كل همهم إرضاء الجماهير باللايك والشيرينج والفولو على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وليس قول الحقيقة وتبصير الناس، وإن خسر قليلا حاليا ويربح فيما بعد بتبصير وتعليم الناس. فضيلة الشيخ عصام تليمة والباحث والداعية الإسلامي، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلينا هذه الليلة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة من التلفزيون العربي. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، تصبحون على خير.